اللي في الصورة قدامك ده هو حيوان اسمه قط الزباد، وبيتم إنتاج المثل عن طريق غدد شرجية موجودة تحت الزي. والقط ده بيفرز مادة دهنية داخل كيس كبير، والمادة دي معروفة باسم الزباد. والغريب بقى إن بيتم حصاد 3-4 جرام من الحيوان ده أسبوعية، وسعر الكيلو جرام الواحد من مسك الزباد ده من 500 لـ900 دولار. والمسك ده بيكون في صورة سائل أصفر شاحب لونه بيغمق لما بيتعرض للضوء، وبيدي مادة تشبه المراهم الطبية. والمسك ده مادة عطرية قوية جدا لما بتكون في الصورة المركزة. وفي لقطة أخلاقية كده راحت شركة فرنسية استبدلوا الزباد الطبيعي ده ببديل صناعي وهو السيفيتول. الكلام ده كان سنة 1998 وما زال بيستخدم حتى الآن. كمان قالوا إن مسك الزباد ده بيتم إضافته للقهوة علشان يصنعوا قهوة قريبة من قهوة اللواك. دي قهوة بيتم تصنيعها من حبيبات القهوة اللي بيهضمها قط الزباد ده. كمان بيستخدم لإضافة نكهة لبعض الأطعمة.